بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. معكم هندسة أمل من قناة جرافيك ديزاينر. النهاردة إن شاء الله هكمل معاكم شرح برنامج ريفيت 2025، والنهاردة هتكلم إزاي نحنا نعمل إكسبورت الرسمة عندنا في الريفيت، نعملها للأوتوكاد اللي هي بصيغة DWG أو DXF. نعمل الكلام ده إزاي؟ هنشوف مع بعض. أنا عندي رسمة زي ما احنا شايفين كده، وأنا عايزة أفتح الرسمة دي في الأوتوكاد. بروح على فايل من فوق هنا، بعدين اقول له اكسبورت، وعندي اول حاجه اللي هي كاد فورماتس. عندي اكتر من حاجه هنا مدهاني ان انا ممكن افتح على الكاد. طبعا اشهرهم عندنا اللي هي دي دبليو جي ودي اكس اف، الاثنين دول بيتفتحوا في الاوتوكاد. طيب انا هاجي ادوس على دي دبليو جي، اتفتح لي اعدادات اللي هي دي دبليو جي اكسبورت. هاجي من عند الثلاث نقط اللي هنا دول شايفينهم، موديفاي اكسبورت سيت اب. احنا هاجي اعمل موديفاي لحاجات اللي انا عايزه انقلها، بدوس عليها بالشكل ده كده. بديني هنا في البار اللي فوق ده اللي هو layers، كل layers اللي موجودة في الرسمة موجودة هنا. ممكن ان انا اختار layer اللي انا عايزاها بس هي اللي انا اعمل لها export، بان انا بعمل هنا في new export setup، بعمل ملف بحط فيه الحاجات اللي انا عايزاها. بعد كده عندي في line الخطوط، جميع الخطوط موجودة هنا. عايز اغير في اي شكل من الخطوط دي باجي ادوس عليه بالشكل ده كده وبفتح السهم ده، وعندي هنا انواع الخطوط. يبقى عندي الخطوط اهي كلها موجودة، عايز اغيرها بدوس عليها، بدوس على اللي انا عايز اغيره وبفتح السهم وبختار اللي انا عايزاه. وفي الباترن اللي هي الهاتش، عندي برضه نفس الكلام اهي، كل الهاتش اللي موجودة في الرسمة موجودة هنا بالشكل ده كده. ممكن ان انا اغير لاي هاتش تاني. text and fonts نفس الكلام، هنا الفونت اهو لو فتحت كده ممكن ان انا اغير الفونت. بعد الفونت عندي هنا الكالرز واللي احنا دايما بنستخدمها في الاكسبورت اللي هي اندكس كالر 255 كالرز اللي شايفينها هذه، تمام؟ بدي اللي احنا بنستخدمها. سوليدز برضو اول واحده البولي ميش اللي هي لو عندي الرسمة التو دي زي ما احنا شايفين كده فبستخدم البوليمش. عندي التانية دي اللي هي ACIS solids اللي هي خاصة بالثري دي، لو انا بنقل الرسمة 3D بستخدم الامر ده. يبقى ده الفرق ما بين الاتنين. اليونس هنا ميزة ان انا برضو بعرف اليونس اللي انا شغال عليها اللي هي بالانش، عشان هناك برضو الفايل اللي انا هفتحه هيكون بالانش، هنا بعرف اليونت اللي انا بستخدمها. هنرجع لللاير تاني، اللير زي ما احنا شايفين ممكن ان انا اهي لو انا جيت كده ممكن ان انا ادوس عليها هنا واغير كده اسم اللير، اي اسم تاني انا عايزاه بغيره. ممكن ان انا اغير الكالر، بكتب الرقم بتاع الكالر اللي انا محتاجاه. عندي هنا بقى القط، القط دي خاصه بالليرز اللي معمول لها سيكشن، فهي دي معنى قط هنا اهي. بعد ما بخلص خالص باجي اقول له اوكي. يبقى انا كده عرفنا الاعدادات ازاي ان احنا نعملها. هاجي اقول له نيكست واختار المكان على جهاز الكمبيوتر اللي انا هسيب عليه او احفظ عليه الملف. هاجي مثلا عدي عمل، وهاجي هنا هسيبه بنفس الاسم واجي اقول له اوكي. هو بيحملهولي دي دبليو جي. بعد ما يخلص هنروح نفتح الملف في الاوتوكاد. ادي الملف لما فتحته في الاوتوكاد، كل حاجه زي ما شايفينها اتنقلت معايا باللير بتاعتها. بكده انا خلصت الدرس بتاع النهارده، يا رب تكونوا استفدتوا منه. اذا استفدتوا منه ما تنسوش لايك وشير وسبسكرايب من اسفل الفيديو وتفعيل الجرس علشان يوصلك كل جديد. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.